الزيت تاع الماشينه. من على بالي ان الزيت تاع الماشينه ولا زيت تاع عطري. ها سمعت الزيت تاع الماشينه. علاش تشرب الزيت تاع الماشينه انت؟ علاش شربته؟ لا انا ما شربتش، انا قلت لك اعطيني طراغو انت ما بغيتش. انت قلت انا قلت لك لا؟ قلت لي لا. ها ماشي ماشي با طرو طار. لا انا خاطيني شعبون رحت فيها انت. يا اختي يا كيتي انا يا ما كنتش كاع سكالو يا ما شربت كاع تشينتشين يا اختي يا انا ما عشت شي. على بالك على راني نبكي؟ على راك تبكي. الحمد لله يا ربي ما شربتش انا. على ما توقفش معايا تشرب غير شويه. خاطيني مانيش واجد. يا لالا اختي. يا كيتي انا. يا مسعود شنقول لك يا مسعود؟ انا كاع ما لبستش تسليم. اي يا ام اختي يا دكتور باغي نموت. شرا يضرك شعبون شرا يضرك؟ اي رفيق فررتيش في كرشي كي شربت الزيت، الزيت تاع الماشينات. الزيت تاع الماشينات؟ واه اي ما تقلقش روحك ما تقلقش روحك. اي بشير نقلق في روحي دكتور الوجع الوجع راك هذا بداي. على حسب الاكسبيريونس اللي عندي. واه جغمة ولا زوج، الزيت تاع الماشينات ما دير لك والو. يا كاغي يا كاغي جا جغمة ولا زوج يا دكتور، دكتور واك كذبت الكاش الفنجان، فنجان تاعنا في امي. فنجان. فنجان واه. هنا لا، هنا نعيط لواحد الطبيب صاحبي هو يعطينا الخبر. يا ام اختي مال هذا؟ هو اللي يعطينا الخبر، يقول لنا إلا يضرك ولا ما يضركش. كيفاه؟ نعيط للطبيب صاحبي واه. هو يعطينا الخبر إلا يضرك الزيت تاع الماشينات ولا ما يضركش. صح. واي كرشي واي كرشي. الو 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 دكتور مجادي كيراك؟ اي مجادي خويا واش دلكني خير؟ يا ما الله يخليك طبيب. اي راه عندي واحد المريض قول له نمشي عايش صغره كاع. شرب كاس تاع زيت تاع ماشينات. اي شربت كاس قول له غير قالوا له شد الكاس كاس شربه. انت شربت كاس؟ ايوا كاس هكا كاس هكا. قداش كاس؟ كاس وصاي كاس هكا هكا. ياك دكتور هاك 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 نورمال مول بلوك واي يا اونيرجونس يا ما ولا ضربت البروك ما نبغيهاش نتمنها للعدو كاتاستروف يا نتمنها لاصحاب الدين اللي راني نسالهم تما ما عندنا ما نديرو له يا دكتور علاه ما... بون يا داك اي كرشي ميرسي دكتور شكرا اسمعني ما تقوليش هادي عندي خبر شباب وخبر ماشي شباب الله يحفظ الدكتور انا على بالي بلي انا كاع الخبرات اللي جو عندي كاع ماشي مليح لا انا عندي خبر شباب صح الخبر شباب هو انك غادي تعيش نورمال الله يحفظك دكتور الله يحفظك يا ربي كنت عارفها كنت عارف بلي غادي يا ربي الحمد لله والخبر اللي ماشي شباب واه هو انك غادي تعيش نورمال بس غير 24 ساعه وتموت يا خلاص امك الخاليه انا ما عشت غير 24 ساعه يا خويا انا على شعبو الحوجي انا ماختي ماما 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 يا نبغي الفلومور الفطور وحوجي انا ونبغي ديك الحريره لا 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 فيها بتعليم يا دكتور ما تقلقش روحك سي شعبون يا كيف ما نقلقش روحي وانت جيتني لابس الاحمر كي العلامة مبصر في البحر لا 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 الله يرحمك سي شعبون انا نخليك يا خويا نموت بالصحة والستر خويا خويا يا دكتور كي راسها غليظ يا دكتور خويا وكي كنت داير لي الضلال يا دكتور وراك رايح ومخليني وانت جدي لابس الاحمر كي العلام في البحر لا لا اختي وما طولها بعمق يا دكتور خويا وكا شفت البلاد ما تقوليش تموت دروك يا دكتور خويا وكا شفت البلاد كي مخرجين السيكان والفاليزات ما تقوليش تموت دروك يا دكتور خويا صبري الوجع راه فيا بصح نواطي يا دكتور خويا نقعد موجع وما نموتش يا دكتور خويا واك الارض واعره يا دكتور واك الارض تزير علينا وهي امنا يا دكتور خويا صبري فيا الوجع بصح قد نقعد بيه يا دكتور خويا ما تقوليش تموت دكتور